عليكم ورحمة الله وسهلا بكم مقطع جديد. مقطعنا اليوم شوفوا الشعر شلون وشوفوا كمان العدة اللي موجودة هون بكل اختصار. من الاخر اليوم حاتنكر بزي عجوز وحروح فاجئ الناس بالملعب. اول شيء حيقولوا مين هذا اللي فايت على الملعب، شو هذا اللي عمره 90 سنة وفايت لهون، وبعد هيك باذن الله تعالى حفاجئهم بانه اللي عمره 90 سنة هذا لعيب اكثر منهم كلهم. بس يا جماعة قبل لا نبدا نسوي اي شيء، انتم بتعرفوا انه 50% من اللي عم يتفرجوا مقاطعنا مو مشتركين، يعني لو مشتركين كان ممكن هلا وصلنا ل 10 مليون. فجأة عم تستنوا انزلوا لتحت هلا واشتركوا بالقناة وفعل جرس التنبيهات من جد توصلكم كل المقاطع اول باول. واليوم وحش الليله اللي معنا حيكون وليد. حي يا وليد، شو الاخبار؟ اليوم المهمه حتكون عندك صعبه لانه اي غلطه بالمكياج حيعرفوا الناس اني ابن عربي وهيخرب المقطع. لا باذن الله ما في شيء. باذن الله تعالى هلا حناخذ من ساعه لساعه ونص بالمكياج، وبعد هيك على طول ان شاء الله تعالى حروح للملعب مشان نفاجئ اللاعبين الموجودين هنيك. بس قول نبدا؟ يلا بسم الله. متحمس شوف الشكل النهائي. احلى شيء بالموضوع اني انا ماني شايف شكلي هلا ولا اني عارفه ورا الشيء عم يصير. اسمعوا حاترككم هلا بعد ساعه بنفتح الكاميرا وبرضه بدي اياكم انتم تتفاجئوا بشكلي. انا حاسس بس وشي فيه شويه تشديدات هيك. على العموم بنشوفكم بعد ساعه. بشار هلا خلص وهو حيشوف حاله وانتم حتشوفوه لاول مره. ليتس جو. بسم الله الرحمن الرحيم. ديم بوي. ديم والله ديم 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 يضاك حجي بشار هذا انت برضه؟ لا 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 مو طبيعي مو طبيعي. دقيقة يا الله والله حسه كأنه فلتر من على اللي هي بدي اشوف حالي بالمراية. دقيقة ديم والله مستحيل حدا يعرفني. مستحيل 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 صح؟ بدك تلبس نظارة مستحيل حدا يعرفك. لا بدون نظارة بدون نظارة في حدا يعرفني هيك؟ دقيقة انا ماني مستوعب. شباب اقسم بالله ترى بيجيك شعور لما بتطلع على حالك هيك، شعور مو طبيعي، شعور بيخوف ترى. طلع بالمراية وعم تشوف هيك شخص ثاني. والله العظيم ماني قدران نطلع. خلينا نصور المقطع هذا. يلا يلا سريع. المهم انا هلا هيك جاهز وكمان جايب هون العكازة مشان اضرب اعضاء فريق اف بي اي لانه والله شكرا وليد يعطيك العافية وحش. يعطيك العافية. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. انت اللي صبرت وجلست الوقت هذا كله. لا بس ان شاء الله تعالى هلا اهم شيء انه يطلع المقطع رهيب باذن الله تعالى ويتفاجئوا الناس. يلا ان شاء الله النتيجة ان شاء الله تكون حلوة. متجهين هلا لعند اكاديمية او 15 تبع صاحبي وحبيبي خالد العليان بجدة هون. بدنا ان شاء الله تعالى حوالي ثلث ساعة هون لنوصل. طبعا المدربين والادارة بالاكاديمية عندهم خبر اني جاي، لكن اللاعبين ما في ولا واحد منهم بيعرف عن اي شيء. متحمس كثير شوف ردة فعلهم بعدين. وصلنا يا جماعة هنا لعند الاكاديمية، وطبعا انا اخترت الاكاديمية هي لانه ما شاء الله على خالد العليان دائما اللاعبين اللي عنده متعودين على انه يكونوا في ناس بكاميرات جوا الملعب. فطبعا هلا التيم تبعي هيفوتوا بالكاميرات تبعه لجوا الملعب على اساس انه جايين يصوروا للاكاديمية، وبعدك ان شاء الله تعالى تشوفوني انا فتت وحنبدا الفيلم باذن الله تعالى تبعنا. شباب نعتمد عليكم باذن الله تعالى بعد الله. تمام شدوا حيلكم. اسبوع طبعا يا جماعه بقت الخطه الاولى بالفشل. الشباب هم فات 2008 2007 كلياتهم تقريبا عرفوني فضح موضوعي، رغم اني لسه قبل ما افوت على الملعب انا كنت بس هيك قاعد من بعيد على الكرسي وهم انه جايين واحد فيهم قال شكله هذا بشار وهيك، والمجموعه بقى كلياتها عرفت الموضوع. فحاول هلا اني فوت على الفئه اللي اصغر منهم، ولو ما نفعت عادوا يعرفوني فلازم اني غير الملعب وروح على الناس اصلا ما بتعرفني. بس كيف بدي اروح على الناس بتعرفني؟ ان شاء الله انه تمشي الامور تمام. سامعني ماجد؟ اسمع عرفوني صح؟ طيب جميل، معناها اسمع انا هغير الخطه وحروح عند الفئه اللي اصغر منهم. تمام طيب. وكلمت المصورين مشان يحاولوا يلحقوني. تمام يلا يلا سلام سلام. بسم الله فايتين فيلم اكشن. يا رب نرجع الخطه باء لانه لو ما نجحت رحنا فيها. ها عمر ايه حننقل على الملعب الثاني. خلص يلا سلام سلام. هي خلص اتفقت مع كل المصورين وقلت له انه حننقل الملعب الثاني، بس هلا المفروض انه نتعلم من اخطائنا. والشباب هون هلا والله يلا حيهم. قالوا لي العكاز هذا ترى كان فاضحك وكان لافت انتباه بزياده، فحشيل العكاز وافوت هلا لعندهم. بدي احاول ادخل بطريقه ما بين فيها.
متمرين شباب. عم حاول ادخل شوي شوي مشان ما يعرفوني. عم حاول الشباب عندهم تمرين ما ينفع. خمس دقايق كلم لك الاداري اشوف. دخلك مع فريق جيب لي الكوره في النص خمس دقايق. بعد شوي هبدا من جد. تمام بعد شوي دخلني كابتن عبد العزيز يبغى يلعب يقول لك مو ريح شوي. قل له ريح شوي بيلعب. جماعه طيروا انتوا.
الدعم على مشاركته معكم في التدريب. شباب يلا حيهم اللي ما عرف اللي ما عرف في احد ما عرف لا في كثير منكم ما عرفه تمام انا بشار عربي عارفيني بشار عربي ولا لا عارفيني اشتريت لكم هذا كان هيك مقلب بسيط عندي بقناتي باليوتيوب حي الله الشباب مين اللي صدق انا اللي صدق يرفع ايده انا طب وايش رايكم بالعم اللعيبة متشرف فيكم نشوفكم على خير هلا والله يا هلا بسرعة جماعية يلا باي كانت النتيجة بصراحة رهيبة بأكاديمية أو 15 لكن كمان هلا منتجه الأكاديمية تاني بعيدة 10 دقايق عن الموقع هذا وهنعمل نفس الشيء وبأمل من الله إن شاء الله المرة هي كنت علمنا من أخطائنا وما حدا يعرفني وهنخبي الكاميرات هالمرة لأن الكاميرات لازم أبدا ما تظهر Let's go بسم الله خلينا نشوف شو هيصير معنا ممنوع بس لو تيجي فينا لا معلش شوية كده بس ما ممنوع والله ممنوع معلش اعتذر منك عشان اطفال عشان لا تتعور انت كمان معلش يا عم الله يحفظك نحاول نمشي السيناريو هلا على اساس ان اول شيء قالوا لي روح وبعدين ان شاء الله تعالى افوت هناك المجموعة الكبار المجموعة الكبار يا دوب خمس دقائق بس معلش شوف قاعد تلعب انت في الخانة في كلام معلش ريح شوية هنا اجلس معلش اجلس تبغى تخش يعني الا تعال تبغى تلعب مع الكبار كيف مع الفئة اللي هم خش خايفين عليك بس ماني بط في قوة في حل يا فرج والله مو مسموح ممنوع بس انت تتحمل المسؤولية اكيد يا فرج ينزل يلعب ايوه يلعب يلعب شوية كده مع اي فريق يعني ولا لا خلي انت اختار له فريق اعطيني البرتقال خمسة كبسة جيب له مويه جيب له مويه العب 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 واحد اثنين العب واحد خمسة ستة العب احاول هلا اني افوت بالجو شوي مش لانه في منا نحسه اسمع هلا بدي ادخل واسوي لهم مهارات تمام خلاص تمام هلا راح اقوم اخذ من الكوره وفاجئهم بمهارات الموضوع ماشي مع هذول اكثر من اللي قبلهم بكثير في بعضهم يعرفوني لكن حتى مو متاكدين ابدا
عرفتوني؟ يا هلا والله، كيف حالك يا شباب؟ تمام؟ التلكتر كان جيد ولا لا؟ عرفتوني الحين؟ عرفتوني ولا لا؟ مين انا؟ بشار. مين منكم اللي مشى على المقلب؟ لا والله مو انا، والله مو انا. لا يا شباب، لا يا شباب، يا جماعة يا جماعة مو طبيعي يا جماعة، بدي اعمل المقلب يا جماعة، شيء مو طبيعي. بداية شوية شكيت صح؟ بداية طيب. مين اللي بالبداية شك؟ أنا. كلهم شكوا حلو. طيب متى عرفتوني؟ من عيوني؟ من المهارات. لما جريت؟ ايوه. طب مين عرفني بس لما دقدقت؟ حتى انا اتاكدت زياده. اتاكدت زياده. برافو يا شباب، يعطيكم العافيه، شكرا. الله يسعدكم، الله يسعدكم. شكرا شكرا. شكرا يا شباب، الله يسعدكم يا ربي. اهنيني اهنيني. هذا كان مقطعنا اللي بعطيكم مفعل المشاهد يا شباب، يعطيكم العافية. المقاطع اللي راح تنزل تشوفوها الدائرة تضغط عليها، ولا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة مشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. لا تستضيفون علي من نزل فيها شي مغدر فيه، كل يوم على اليوتيوب. في أمان الله.